السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عظم الله أجورنا وأجوركم بذكر استشهاد سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام أما اليوم فنحن أمام شخصية كربلائية هاشمية ومن أصحاب الإمام الحسين الذين رافقوه حتى استشهاده وهو عبد الله بن مسلم بن عقيل أحد أولاد مسلم بن عقيل الذين استشهدوا إلى جانب الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، عبد الله بن مسلم أمه هي رقية الكبرى بنت أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومما يذكر أن عبد الله بن مسلم قد أبلى بلاءً حسناً في سبيل نصرة الإمام الحسين. فكما يروى انه قتل لوحده ثمان وتسعون رجلا في يوم كربلاء في ثلاث حملات متتاليه حتى برز له رجل يقال له عمرو بن صبيح الصيداوي فرماه بسهم فقتله وفي قول اخر ان الذي قتله شخص اخر يقال له اسد بن مالك وهنالك روايات ونصوص تقول بان عبد الله بن مسلم هذا كان اول شهيد من بني هاشم في يوم كربلاء وكما يروي ذلك الشيخ الصدوق في كتاب الامالي وابن شهر اشوب في كتاب مناقب ال ابي طالب الا ان الاخرين يقولون ان شهادته كانت بعد شهادتي علي الاكبر كما يروي المدائن وابي مخلف